صباح الرضا بالمقسوم، صباح الخاضر المجبور، صباح الخير مشاهدين الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج استراحه. جبر الخواطر على الله، ياما دايما اجدادنا ربونا على الكلام ده. بس في البدايه احب ارحب بزميلتي سمر. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا بلال. صباح الفل، ازيك؟ مريت بايه بقى يا بلال عن جبر الخواطر؟ يعني على طول ايه؟ خلينا نبتدي بيك كده على طول عشان سمر جاهزه للموضوع دوت، هنظبط الدنيا. طيب طبعا صباح الخير عليكم، مبسوط ان احنا مع بعض، واتبسط جدا لما بطلع معاك ياسمين انت وسمر. وصباح الخير على مشاهدينا الكرام. يعني النهارده يمكن بنتكلم عن جبر الخواطر، مش عايزين نتكلم قد ما احنا عايزين نسمع اكيد رايكم في الموضوع ده. بس هقولك على حاجه ياسمين ويا سمر، هو انا يمكن يعني بنحاز جدا جدا بمنتهى الصراحه، ما كنتش عايز ابتدي كده، بس انا من الناس اللي مهتمه قوي بالموضوع ده، واتمنى ان كل الناس تهتم بيه. طبعا ان احنا نكبر خاطر بعض كبني ادمين دي حاجه مهمه جدا، بس الاهم ان احنا نكبر خاطر الحيوان اللي مالوش حول ولا قوه، اللي ما عندوش طريقه يفكر بيها، اللي ما عندوش حاجه يعملها، ما عندوش رد معين يرد علينا بيه. علشان كده انا عايز يعني يمكن ابتدي الحلقه بمثال بسيط جدا. المثال ده كان حصل مع الفنان الكبير احمد زكي والفنان ابراهيم نصر. سريعا كده، كانوا قاعدين في مكان وبياكلوا كباب وكفته، وبعدين جه كلب صغير كده عايز يعني جاي على ريحه الاكل، ولا يعرف احمد زكي ولا يعرف ابراهيم نصر، بس جه صاحب المطعم طبعا علشان يخدم على ابراهيم نصر واحمد زكي بزياده، فراح قعد يزعق وقعد يعني ينهره ويضربه. فاحمد زكي علمه درس مهم جدا، قال له عايزك تتعامل معايا زي ما بتتعامل مع البني ادمين بالظبط. هيفضل موجود على الرصيف ده، وهتجيب له كباب وكفته زي ما انت جايب لنا بالظبط، واي حاجه هطلبها منك تجيبها له. ده نوع مهم جدا من انواع جبر الخواطر، لانه فعلا الحيوانات ملهاش لا حول ولا قوه. و بنشوف كتير للأسف أمثلة كتير، سواء صغيرين أو كبار، ما بيهتموش بالموضوع ده خالص، بالعكس بيبقوا فاكرينه أنه لعبة بنلعب بيها بالزبط. بس فدي يمكن بالنسبة لي أنا هركز عليها أكتر، وهسيب لكم أنتم بني آدمين بقى. لا والله يا رسالة حلوة فعلا، وإحنا شفنا ده مؤخرا، يعني الحيوانات بيتعامل معاها بشكل مش كويس. بس برضو خليني أقول لك، جبر الخواطر بالنسبة بقى للبشر والأشخاص والبني آدمين بيفرق جدا في حياتنا. انا كسمر بيفرق معايا جدا لو مديري داخل الشغل مبتسم وبيصبح علينا، بيفرق معايا لو احنا كزمير برضو في شغل او في اي مكان بنبتسم، يعني اقل حاجه الابتسامه بقينا بنستقطرها على بعض، فدي حاجه بتبقى مزعجه قوي حتى في الشارع. يعني وانت ماشي هتلاقي الناس كلها، انا جايه الصبح قلت بما اننا النهارده هنتكلم عن جبر الخواطر فانا هركز مع الناس يعني بيتعاملوا مع بعض ازاي، لقيت ان كل الناس عامله كده، طب يا جماعه ابتسموا. حتى الابتسامه بقت صعبه علينا، الكلمه بقت برضو صعبه، تحس ان هي بقت مكلفه بالنسبه لنا. انتوا رايكم؟ هي فعلا الابتسامه صدقه، يعني هو اصلا ديننا كده. صحيح، دين الابتسامه صدقه. بالنسبه بقى للكلب اللي حضرتك قلت عليه، يعني هل لازم اتكلم على الحيوانات؟ بتحب الكلاب؟ لا والله بحب الحيوانات والله عموما، يعني لا بس هو القصه بتاعته فكرتني بالراجل اللي كان ماشي في الصحراء وسقى كلب ودخل فيه الجنه. فممكن ده برضو يعني جبر الخواطر اخره جنه اهو، واخره حاجات حلوه يعني. ويمكن يمكن ده يدلل قد ايه انه جبر الخاطر الموضوع، يعني احنا داخلين على عيد الام، كل سنه وكل ام طيبه طبعا. جبر الخاطر مش بالضروره يكون بهديه او بيكون بحاجه ملموسه، جبر الخاطر ده ممكن بكلمه صغيره، ممكن بشربه ميه زي ما قالت ياسمين، ممكن بابتسامه. فالموضوع ما بيكلفناش كتير، بس مش عارف ليه بيبقى تقيل على قلب كتير من الناس. تحس ان الناس بقت في دوامه تانية، ما بقتش مركزه ان هي تركز في حال بعض، يعني فاهمني؟ مثلا يعني انا جاري عامل ازاي، كان الاول كده في روح حلوه، حته ان احنا ايه، انا هزور النهارده الناس، انا هجبر بخاطر ده. حتى البياعين لما بنقف نشتري منهم حاجه تحس ان احنا لا، يعني البياع ده انا لازم افصل معاه، انا لازم. حتى لو حد ان هو حد بسيط او حد كده فبلاش نضغط عليه، بالعكس انت ممكن تجبر بخاطره، وبدل ما تشتري منه الحاجه ب 5 جنيه ممكن تشتريها ب 10 جنيه عادي. صحيح، جدا، ممكن ما تفرقش معاك على فكره، بس انت كفايه ان انت ماشي وهو مبتسم. حته بقى ان احنا نساعد بعض بقت صعبه برده شويه، مش هعمم، بس حته ان احنا نساعد بعض، لو انت قاعد في شغلك وجالك حد طالب مساعده اعمل حاله، لو انت موظف، لو انت بتعدي طريق ولقيت ست كبيره مثلا، ايه المشكله لما تاخدها تعديها؟ يعني مش هتكلفك دقايق، فاهمني؟ بس كفايه ان انت تبقى ماشي بس سامع دعائها، مجرد ان هي ما تفتكر موقفك هتقعد تدعي لك. ده انا بشوفه قدامي كتير برضو. صحيح. من الناس اللي بتساعد بعض، زي ما في ناس
بتستخسر دوت او بتستخسر ان هي تعمل او بتكبر دماغها وتستسهل، مش هنقول بتستسخر، بتستخسر. بنلاقي ناس برضو بتساعد بعض كتير. عايزين نبقى مع بعض. جبر الخواطر ده من تعاملاتنا الاساسيه. صحيح. صدقوني نهايتها بتبقى الجنه، او بتبقى في مكافئات بتلاقيها في طريقك بسبب جبر الخاطر اللي انت بتعمل بيه مع البشر. احيانا ممكن تنساه، تنسى موقف عملته خير، بس صدقني ربنا مش بيروح. أيوة. يبقى عند ربنا. في حلوه يعني، في كلمه حلوه عايزه برضه اقولها من كلام سمر، ان في ناس دلوقتي يقول لك ايه، انا صريح، ويقول بقى يخبط في الوش كده. هي مش صراحه، هي فرق وقاحة. بالظبط كده، بالظبط كده. ايوه، فرق كبير ما بين الصراحه والوقاحه. والله يعني الطقم اللي انت لابسه النهارده ووحش جدا، طب ما انت ممكن تقول اصل انا صريح، انا عايز له الخير. لا، انت ممكن تقول له لو كنت لابس مثلا القميص لون كذا هيبقى احلى من القميص ده. لا على فكره، ليه اكتر كده؟ أيوة. مش مهم تقول ايه، المهم تقوله ازاي. ايوه بالظبط، دايما بنتعلم كده بجد. يعني بجد بقابل ناس جميله قوي بصراحه. صحيح. ما شاء الله، يقول لك انا صريح جدا، ما بحبش ازين الكلام. واحيانا بيقول لك ان ضربه الكلمه اشد من ضربه السيف. يعني صحيح. مهم جدا ان احنا فعلا نحافظ على كلامنا. حقيقي. يمكن احنا اتكلمنا كتير كمان قبل كده، فجبنا سيره الموضوع ده، انه الكلمة قد إيه ليها تأثير. وقع الكلمة ممكن تغير حياة شخص. أيوة. يعني كلمة صغيرة ممكن تغير فعلا تفكير شخص. حقيقي. أو تغير حياة من إيه تزد. ممكن تضل شخص وممكن تنوره. صحيح. وممكن تعمل اللي ممكن الأدوية ما تعملوش. يعني صح. يعني ممكن كلمة كده تديك باور، تبقى عايز تكسر الدنيا، عايز تشتغل وعايز تنجح وخدت طاقة حلوة قوي. وفي كلمة خلاص بقى، يعني في ناس كتير بتتأثر بالكلام يعني. صحيح. ففي كلمة ممكن تكسرك خالص، فيا ريت نحافظ على كلامنا مع بعض. ما تتأثروش بكلام أي حد يعني، خلوا ناس قرابيين بس، الأقارب بس. حلو، بس ركزت في كلام زيادة بس. يلا الحمد لله. بمناسبة كمان أهمية الحاجة البسيطة، سواء ابتسامة أو كلمة زي ما قالت سمر، أنا النهاردة يعني ههتم أكتر بالأمثلة بشكل عام. تمام، حلو. فبرضو بما اني قلت مثال عن الحيوانات، واحنا فعلا محتاجين، مش طالعين نقول كلام اعلام، احنا فعلا محتاجين نهتم بالموضوع ده جدا. في واحد من الفنانين اللي معروفين جدا، وانا على المستوى الشخصي في فتره من الفترات تعاملت معاه، فعلشان كده عايز اقول كمان انه في ناس ممكن تكون بتعمل، بتجبر بخاطر ناس من مجرد علشان مجرد دي الشو، علشان يقولوا الله ده بص ده متواضع، ده حلو، ده بيطبطب على فلان، ده بيضحك لفلان. لكن في ناس بتعمل ده لانه فعلا هو ده اسلوب حياتها. هو الفنان الجميل تامر حسني. الفنان الجميل تامر حسني لو بصينا على حاجات كتير قوي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا عموما، هنلاقي انه بيروح لطفل صغير، هنلاقي انه حد بيبقى نفسه يشوفه لا قدر الله من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني بيعمل له مفاجاه وبيروح له، بيعمل الموضوع ده كتير جدا جدا. وبالمناسبه انا علشان فعلا في فتره من الفترات تعاملت معاه، فبقول انه تامر حسني وكتير من الناس هو بيعمل ده علشان يكون قدوه ومثال للناس تعمل كده، سواء الناس العاديه او الفنانين اللي من نفس الفئه اللي هو فيها. فعلشان كده احنا فعلا محتاجين ان نعمل ده وكمان نصدره للناس. حقيقي. مش بس ان احنا نعمل ده ما بيننا وما بين نفسنا، ما هي زي ما بنتكلم عن الصدقه كده، في العلن وفي السر، في الحالتين ربنا بيحسبها لك بدرجات. حقيقي حقيقي. نفس الفكرة بالنسبة لجبر الخاطر ده برضو يندرج تحت الصدقة، لأنه ابتسامتك صدقة وكلمتك ليه صدقة. هو دي أقرب كمان عبادة بنتقرب بيها ربنا، هي جبر الخواطر. يعني حسنات جاينا ببلاش يعني. صحيح. تنتو يعني عشان تصلي هتقوم تتوضف عز البرد وبتبقى تقيلة عليك والحاجات دي، أو مثلا محتاج الفلوس دي مش هقدر أطلعها، هو جبر الخاطر، حاجة بسيطة جدا وتاخد منها ثواب كتير. صحيح. حقيقي. وكمان عايزة يعني أركز في الكلام اللي أنت قلته يا بلال، حتة إن أنت جايب ناس معروفة، حتة إن أنت تكون قدوة لو انت حد معروف او حد ناس كتير بتشوفك او بتعرفك، فانت تكون قدوه ليهم ومن خلالك يتصدر حاجات كويسه، فدي طبعا حاجه كويسه جدا، حاجه هتفرق مع الناس، هتكون فعلا حد مؤثر. يعني اللي انت تكون مشهور وبتصدر حاجات حلوه دي طبعًا. بتوصل لقلوب طبعًا. الناس بسرعه، فاهمني؟ فيا ريت كلنا نعمل ده يعني. طيب، يعني انا طبعا كنت مبسوط جدا جدا ان احنا كنا مع بعض. أنا عايز أقول حاجة كمان مهمة جدا، ودي يمكن دي اللي هنطلع لها فاصل خلال لحظات إن شاء الله، إنه في طفل ده إحنا عايزين نقدم له حاجة كده صغيرة جدا النهاردة. الطفل ده اسمه محمود، مش عايز أتكلم في تفاصيل اللي حصل له قوي، لكن هو حصل له حادثة ما، وطفل عنده 13 سنة. الحادثة دي كان ليه علاقة بالقطر، بس أنا عايز أقول بس حاجة صغيرة جدا علشان نقول له أنت قد إيه بطل، وانت محتاج فعلا ان انت تاخد بالك كويس قوي من نفسك،
ومحتاج ان انت تصدق ان انت فعلا شخص مهم في الحياه. وقع في ما بين القطر والرصيف قبل ما القطر يتحرك، وبعدين اول ما القطر يتحرك هو فضل منكمش على نفسه كده علشان خاطر، يعني تخيلوا الموقف عامل ازاي، فضل منكمش على نفسه كده علشان القطر يعدي، والحمد لله عدى منه. بس هو للاسف ممكن يكون حصل له بس مشكله في ساقه، ولما راح المستشفى قالوا له في، يعني مش عايز اتكلم في التفاصيل قوي، بس احنا عايزين نقول من هنا ان انت فعلا بطل، انت شاب لسه في بدايه حياتك، لسه حياتك اللي جايه فيها حاجات حلوه كتير. ما تخافش وما تقلقش وخليك صامد زي ما بنقول. وبالمناسبه دي مش انا بس، في كمان زميلتنا في فريق استراحه الفني بقى الجميله الرسامه زهراء البنا، هي عامله له فيديو جميل جدا. الفيديو ده مش هحرقه، بس هنتفرج عليه في الفاصل. الفيديو ده اهداء من البرنامج واهداء من زهراء للطفل الجميل محمود اللي ربنا يا رب يقومه بالسلامه ويشوف حاجات حلوه جايه كتير. بس عايزين تقولوا حاجه قبل ما اقفل؟ خلاص لا خلاص تهيألي كده احنا قلنا كل الكلام، يعني كفايه ولا ايه يا سما؟ عايزه انا حقيقي انا عايزه اقول خلينا لو احنا مش قادرين نصدر حاجه او مش قادرين نجبر بخاطر حد، خلي على الاقل الكلمه والابتسامه هي اقل حاجه، واكتر واكتر حاجه بتوصل للناس هي دي هتوصل لهم. خلينا حريصين عليها، خلي وشك دايما بشوش، وابتسامتك دي هتفرق مع كل اللي بتتعامل معاه. تمام، نطلع فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل هنروح بقى لجبر الخاطر بس ليه علاقه بالمراه. نشوفكم على خير. حياتنا ازاي هنعيش؟
أعظم قرد في الدنيا. وأنا متأكدة. افهم أسرار الحياة، عيشها بحكمة وامتنان، ويا الأيام تتحرك قدام. يا ما حتشوف يا ما حتلاقي، أسئلة حتدور جواك، بكرة تجاوب انت عليها، يا سلام بكرة عليك. يا إنسان يا ابن الحياة، يا إنسان ممكن تطير، بكرة تمشي راسك فوق، يا إنسان أوام حتكون كبير. Yeah.